مشاهدينا أهلا بكم، وهذه الحلقة من الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي يتناول أهم وآخر الأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. المجلة التي نتجول بين أخبارها اليوم هي الأهرام العربي، ومعنا للتعليق على الأخبار الأستاذ أحمد سعد الدين، الكاتب الصحفي بالمجلة. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا يا فندم. البداية مشاهدينا ستكون مع زيارة وجولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسيوية الناجحة التي قام بها لدولتي الهند والصين واستمرت 5 أيام. عنوان هذا الخبر يقول: جولة الرئيس الأسيوية التنمية ومكافحة الإرهاب أهم أهداف مشاركة السيسي بقمة 20. وزير الخارجية الأمريكي: نعزز دور مصر بالشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار وحريصون على دعم استقرارها الاقتصادي. يعني خلينا نبدأ الأول بزيارة السيد الرئيس للهند، خاصة أنها يعني ثاني زيارة في أقل من عام واحد، وأكيد على ملف أو على رأس الملفات اللي تم يعني بحثها دعم الاقتصاد بين البلدين، خاصة أن التبادل التجاري بين البلدين يفوق 4 مليارات دولار سنويا. حدثنا عن هذه النقطة يا أستاذ أحمد. هو هنا إحنا يعني قدام زيارة ليها أكثر من هدف. يمكن في هدف قبل ما نتكلم على الاستثمار، هنقول إن مصر خرجت من الهيمنة الأمريكية اقتصاديا اللي كانت بتدور في هذا الفلك لمدة تجاوزت 30 عاما. ابتدت دلوقتي تفكر فين؟ في شرق آسيا وفي أوروبا. في شرق آسيا تحديدا، لأن هي دي أعتقد النمور القادمة في الاقتصاد. صحيح. فأصبح في تعدد في وجهات الاقتصاد المصري. من هنا ابتدينا نفكر في الهند وفي الصين. في الهند أنا أقدر أقول أن دي تاني زيارة في أقل حتى من عام، مش في سنة بس. وأقدر أقول أن الاقتصاد أو التجربة الهندية تجربة رائدة في بعض المجالات، منها التكنولوجي أكيد. غير أن الاستثمارات الهندية في مصر تجاوزت 4 مليارات دولار. من هنا بتيجي قوة الهند اقتصاديا وسياسيا، وأهميتها بالنسبة لمصر، وأهمية مصر بالنسبة للهند. صحيح. تمام. فمن هنا جت الزيارة اللي هي زيارة الرئيس السيسي إلى الهند. يخرج من الهند إلى الصين. صحيح. والصين هو المارد القادم اللي الكل بيعمل له حساب. لو أنا أجي أشوف الصين خلال 25 سنة اللي فاتوا، هلاقي إن الاقتصاد الصيني قفز بمقدار تجاوز 40%. 40% ده رقم مش سهل إن هو أكيد. يتجاوز أو يقفز في معدل التنمية. طيب النهاردة أنا بحتاج إيه من الصين، والصين إيه محتاجة مني؟ صحيح. هنا نقطة مهمة جدا لازم أركز عليها. أنا أقدر أستورد إيه وأصدر لك إيه؟ مش أستورد وبس. أنا مش دولة مستهلكة وخلاص. صحيح. يمكن أيضا يعني خلال زيارته للصين سيادة الرئيس كان له أنشطة متعددة، يمكن بدأها بلقائه بمدير عام صندوق النقد الدولي كريستيان لاجارد، فلو حضرتك تحدثنا عن هذه النقطة أيضا. هو هنا وفي زيارة الصين تحديدا كان في قمة الـ20. صحيح. قمة الـ20 مصر الأول مرة بتحضر هذه القمة. تمام. في قمة الـ20 بتبقى أكبر اقتصاديات العالم موجودة، ونجوم الاقتصاد أكيد. على مستوى العالم منها صندوق النقد الدولي، منها البنك الدولي، منها حاجات كتيرة جدا. فمن هنا نقدر نشوف أن كان في نشاط ملحوظ للرئيس السيسي، أن هو اجتمع على مستوى الاقتصاد برئيس البنك الدولي، بصندوق النقد الدولي، حتى في السياسة، لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، ما أقدرش أن أنا أفصلهم. بدليل أن في اجتماع مع جون كاري، وجون كاري لما صرح وقال أن مصر دولة محورية في المنطقة. صحيح. وإحنا لابد أن إحنا يعني ندعمها اقتصاديا كمان قبل أن يكون سياسيا. ومن هنا بتيجي الأهمية. لكن أنا بقى في نقطة أهم من كل ده. أنا أوكي رحت عشان أحضر، وفي وسط كل الكوكبة دي سواء على مستوى السياسة أو الاقتصاد. طب أنا الأهداف بتاعتي إيه؟ أنا عندي بقول يا جماعة والله تقدروا تيجوا تستثمروا في مصر في مجال 1، 2، 3. عندي كمان محور قناة السويس. محور قناة السويس اتكلمنا عنه من أكتر من سنة. طيب النهاردة أنا لما أعرضه في هذه القمة أو على هامش قمة الـ20،
هنا أنا بعرضه على مين؟ على أكبر اقتصاديات في العالم. صحيح، هي بالفعل كانت قمة، كانت فرصة للدول النامية يعني أنها تعرض رؤاها يمكن لأول مرة على هذه الدول المتقدمة. بالزبط. صحيح. مشاهدينا، التالي عن الدولة العميقة التي تحكم العالم أو عن الحكومة الخفية التي تدير الصراعات العالمية. هذه الحكومة أعضاؤها من رجال، يعني من كبار رجال السياسة والاستخبارات، كبار رجال الاقتصاد والأعمال، كبار رجال يعني البنوك، مدير البنوك ومدير المشروعات الكبرى، يعني صفوة الصفوة كما يقول المقال. هذا المقال عنوانه أسرار الدولة العميقة التي تحكم العالم، زواج المصالح بين السياسة والمال يمثل الحكومة الخفية التي تدير الصراعات العالمية، تضم وزراء دفاع الناتو وخبراء السي اي اي وصندوق النقد الدولي وبارونات الإعلام والإنترنت والسلاح والبترول، عائلات روتشيلد ومورغان وروكفولر وأصحاب شركات السلاح والنفط العالمية، وهم اليد الخفية وراء الصراعات. يمكن هنا بالفعل الخبر يعني بيحدثنا عن هذه الحكومة الخفية، هو بالفعل اسمها حكومة بيلدبرغ. فما هي حكومة بيلدبرغ ومن هم أعضاؤها؟ هو هنا احنا قدام خبر يخض. أكيد صحيح. يعني صحيح. لأول مرة القارئ لما يجي يقرأ كده يتخض، لأن هو بيحس إن السياسة بتاعته مش ملكه هو، داخل حدوده الأربع جدران أو الأربع أضلاع. لا، ده في كمان في حاجة اسمها حكومة بيلدبرغ. هذه الحكومة ممثلة من مين؟ من أفراد أولاً ما بين أوروبا وأمريكا، ولكن أني أوروبا؟ أوروبا الشرقية ولا الغربية؟ ما أنا لازم أبقى أحدد كلامي هنا، لأن أنت بتكلمي في أكثر من 140 شخصية. صحيح. هذه 140 شخصية يتحكموا في اقتصاد وسياسة العالم أجمع. تم تحديدهم في المقال. تم تحديدهم. منها صندوق، رئيس صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، رجال المال والاقتصاد والسلاح، وده نحط تحتها مليون خط. هنا بقى بيترسم الغريب في الاجتماعات دي، ان هي بيعلن ان في اجتماع، لكن الاعلام لا يجرؤ ان يقترب من هذا الاجتماع ويقول حصل فيه ايه. تمام، يعني يبدا الاجتماع وينتهي ولا نعلم ماذا دار داخل يعني اروقه الاجتماع. على فكره اول اجتماع لهذه الكوكبه او صفوه الصفوه كان تقريبا سنه 54 في هولندا. تمام، لكن السنه دي موجود في المانيا على ما افتكر. اه صحيح، في المانيا. المشكله الاكبر ايه؟ ان الناس دي اللي هي صفوه الصفوه لما بيجتمعوا فيقولوا والله بؤره الصراع هتتحول من، يعني على سبيل المثال، من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا. يعني إحنا العدو القادم بتاعنا مثلا الصين، لابد إن إحنا نحجمه. نحجمه إزاي؟ فيه واحد اثنين ثلاثة نعمله. عندنا بؤرة صراع في إيران، إزاي ننهيها؟ أمريكا اللاتينية هتعمل إيه؟ هنعمل إيه فيها؟ وهكذا. يبقى إذن بنوصل في الآخر إن إحنا بنحس إن إحنا قدام قطعة شطرنج. صحيح. المكونة من 64 مربع، ولكن اللاعبين فيها لا يمتلكوا زمام أنفسهم. صحيح. هو بالفعل يا فندم هنا يعني خبر مخيف الحقيقة، وأيضا الخبر التالي هو خبر مخيف أيضا، يعني لأننا كلنا مراقبون حسب الخبر، لأن التجسس الإلكتروني لم يترك مجال أو وجه، أي وجه من أوجه حياتنا إلا يعني وتجسس عليه، وتجسس على كل صغيرة وكبيرة فيه. هذا هو الموضوع الذي يتناوله المقال التالي وعنوانه انتباه، كلنا مراقبون من مراكز دولية رسمية، وإسرائيل تنضم للقائمة بالقبة الإلكترونية، أين المفر؟ العالم يتجسس عليك. إشلون أكبر مشروع عالمي للتجسس بمشاركة أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا. يعني إذن كلنا مراقبون، من يراقبنا يا أستاذ أحمد، ولصالح من ولأي مدى؟ دايما كلمة مراقبة كنا دايما بالنسبة للدول بيقولك إيه، أنا براقب البؤرة اللي فيها صراع وممكن مرشحة إن هي تحاربني أو أحاربها أو يبقى في خلافات مشتركة. هو ده كان عنوان كلمة مراقبة. صحيح. في الوقت الحالي اتغيرت تماما، بقت المراقبة أنت ممكن تراقبي نفسك، ممكن نراقب شعوبنا، ممكن نراقب أنفسنا وأصدقائنا ولا آخره، مع تنامي كلمة العولمة. صحيح. والعالم قرية صغيرة إلكترونية. هو المشكلة في الموضوع الإلكترونيك
اللي هو إيه؟ حتى في حرب العراق لو نفتكر غزو الأمريكي للعراق، هنلاقي أن كله ابتدى يستخدم التليفون السلكي وليس اللاسلكي، لأن اللاسلكي والهوائي سهل جدا ان هو مش تتبعه بس، ده انا اقدر دلوقتي ان انا اشوف تليفونك واشوف انت عملتي مكالمات من قد ايه، واحول هذه المكالمات الى حديث موجود، واقدر ان انا اطلع الموضوع ده. المشكله الاكبر ان انت دلوقتي جيوش العالم اللي كانت معلوماتها سريه بقت موجوده بالالكترونيك على الانترنت. طيب مع تنامي ظاهرة الهاكرز، والهاكرز مش هاكرز واحد بيتجسس على واحد صاحبه أو بيقدر يدخل الكمبيوتر بتاع واحد صاحبه، لا ده النهاردة بقت دول، صحيح، دول ومؤسسات كبرى. فمن هنا أصبحت خطر لدرجة أن أنت الجيش الإسرائيلي أصبح خايف. ليه؟ لأن هو عنده جيوش إلكترونية ممكن يحصل لها هاكينج في أي وقت، فياخد كل المعلومات دي بسهولة. فمن هنا ابتدى التفكير ازاي يعمل جيش اخر. طب ما هو يا فندم اكبر مشروع عالمي للتجسس الذي يتحدث عنه الخبر؟ هو دلوقتي ما فيش حاجه اسمها اكبر واصغر، هو يمكن سماه ايشلون، هو سماه لكن النهارده لو جبتي ولد صغير، ودي حصلت في يوم من الايام في الولايات المتحده، ولد كان عنده من 17 ل 18 سنه على ما افتكر، دخل على جهاز الالكترونيك بتاع سكوتلاند يار في انجلترا، واخد كل عمله هاكينج، واخد كل المعلومات الموجوده، وما لم يكتفي بذلك، ده عمل مكالمات دوليه على حساب سكوتلاند يار في انجلترا وهو قاعد فين؟ في امريكا. هنا ما تقدريش تقولي، شوفي في الحرب الالكترونيه ما تقدريش تقولي ايه الاكبر وايه الاصغر، صحيح، لان انا عندي الولد الصغير يقدر يعمل الجيوش الكبيره دلوقتي ما تقدرش تعمله طالما عقله كبير. طالما عقله كبير، صحيح. السؤال الاهم، اتفضل، اين نحن من هؤلاء القوم؟ ده السؤال اللي انا نفسي الاقي له اجابه، مع ان احنا عندنا عقول. اكيد مشاهدينا، بيت الوطن أو مشروع بيع الأراضي للمصريين المتواجدين في الخارج، هذا المشروع تم طرحه لأول مرة عام 2012، ويعني أغلق في وقتها لأنه لعدة أسباب، وأنه واجهته عدة بالفعل عدة مشاكل حينئذ، لكن هذا المشروع تم طرحه على الساحة الحالية الآن، ويعني في هذا الوقت بالتحديد. هذا الموضوع وهذا المشروع بيدور حوله المقال التالي وعنوانه: مليارات مستحقة في ديسمبر المقبل، تآكل الاحتياطي يدفعها لبيع الأراضي، المصريون بالخارج سبيل حكومي مضمون لتوفير الدولار. خليني نبدأ بالسؤال، لماذا توقف هذا المشروع عندما بدأ في عام 2012، ولماذا تم طرحه مرة أخرى حاليا؟ في سنة 2012 كنا في بصدد حكومة الإخوان أو حكم الإخوان اللي كان موجود، وكان في تشكك كبير جدا في جميع المشاريع اللي طرحتها أو طرحتها الحكومة في الوقت ده، اللي هي بتخدم صالح الإخوان، وفي اللي تشكك وقال أنا مش هقدر أدخل معاهم يا جماعة، ده الناس بتغير رأيها وبتغير وجهة نظرها بسهولة. فتوقف هذا المشروع بشكل كبير. لكن في الوقت الحالي لما أجي أقول أنا محتاج عملة صعبة اللي هي الدولار، الدولار بيدخل مصر من ثلاث أماكن، يا إما تصدير، يا إما مصريين بالخارج، يا إما قناة السويس، لأن السياحة توقفت تماما. طيب قناة السويس ماشية زي ما هي، لكن تصدير أنا بقيت بستورد ضعف ما بصدر، فالدنيا اختلفت، السياحة توقفت، المصريين بالخارج اللي كانوا بيجيبوا عملة صعبة لمصر حوالي 50% من هذه العملة برضو توقفت. فابتدينا نتكلم في إيه؟ طب أنا محتاج يا جماعة احتياطي نقدي عشان ما يتأكلش بهذا الشكل، طب ليه ما عادش هذا المشروع ولكن بفكر جديد؟ واجي اقول للمصريين اللي قاعدين بره، انت تقدر تشتري الارض دي وابني عليها، هعمل لك تسهيلات ولا اخره، بس حاسبني بالايه؟ بالدولار. وانت مصدر اخر وجديد للعمله، مصدر اخر ودخل اخر. وفي نفس الوقت الحكومه الان
تختلف عن الحكومة من أربع. صحيح صحيح. مشاهدينا التالي عن قانون الإيجار القديم، هذا القانون الذي يعني نشأ عنه أزمة ما بين المالك والمستأجر وتوترت العلاقة بين الجانبين، لكن الحقيقة المقال التالي بيتحدث عن حل وسط يرضي جميع الأطراف أو بالتحديد الطرفين. هذا المقال عنوانه كيف نرضي المالك والمستأجر حل وسط لأزمة الإيجار القديم، عمرو حجازي إهدار 84 مليار دولار ثروة عقارية. يعني خلينا قبل ما نتكلم عن هذا الحل الوسط خلينا نتكلم عن هذا القانون اللي تم وضعه في الستينات ويمكن تولد عنه هذه الأزمة الحالية. شوفي هذا القانون، مش القانون، اللي حصل في مصر إن أنا جيت حرب 67 وقفت لي التنمية بشكل كبير جداً، فما بقاش في بناء عقارات جديدة تستوعب الزيادة السكانية، لأن كل مجهود البلد كان رايح لإنتاج الحربي من 67 إلى 73. فمن هنا حصلت زيادة سكانية لم تستوعبها التنمية اللي كانت موجودة، فأصبح اللي كان بياخد شقة إيجار وفي بداية جوازه قطين وبعدين لما يجي يخلف يكون ربنا فتح عليه فينقل في شقة أكبر ثلاث أوض أو أربعة زي أوروبا ما كانت موجودة، كان موجود كده في مصر. توقف هذا الموضوع وبقى اللي عنده شقة قعد فيها وأصبح إيجارها 5 جنيه تبقى 5 جنيه زي ما هي مش هتتحرك. أصبح المالك على مدار 40 سنة بيعاني إن الإيجار أقل بكتير. يعني أنا لو عندي شقة في ميدان التحرير في أفضل مكان في القاهرة وإيجارها 20 جنيه بيفضل ال 20 جنيه زاد هتبقى 100. طب إيه الحل الوسط يا فندم اللي عرضه المقال؟ هو هنا إحنا بنتكلم على إيه؟ ما هو لازم يبقى فيه طردية في إيه؟ هذه الشقة أو هذا العقار مقداره إيه دلوقتي؟ ونقدر نقول النسبة والتناسب مع الدخل، لأن أنا ما أقدرش أقول أضرب في 10 أضرب في 100 وأنا لازم برضو أشوف الدخل. حتى الآن صعب لسبب الدخول المصرية متذبذبة، فلحد دلوقتي عمرك ما تقدري لا ترضي المالك ولا ترضي المستأجر في نفس الوقت. هو دلوقتي بيطرح حل شوية، طب يا جماعة طب احنا نزود 40% نزود 50%، لكن في نفس الوقت مش هو ده الحل الصحيح. أمال إيه هو الحل الصحيح؟ هو الحل الصحيح له يعني تمن آخر اللي هو محتاج تنمية أكبر ومحتاج عقارات أكتر لازم أبنيها وأقدر أقول والله الناس تقدر تتنقل من هنا لهنا، لكن في الوقت الحالي اللي عنده شقة مش هيسيبها بسهولة. صحيح. لأن مفيش مجال آخر. وموضوع إن الشقة النهاردة بقت غالية جدا جدا فوق طاقة الشباب تحديدا ودي حاجة مش سهلة. صحيح. فدي مش صح. يعني لازم نلاقي حل لقانون الإيجار. شوفي الحل أكيد في التنمية أولا. صحيح. مشاهدينا التالي عن كسوة الكعبة، هذه الكسوة الشريفة التي كانت تحمل إلى الكعبة المشرفة وسط مراسم خاصة للغاية، وكان لمصر في وقت من الأوقات يعني نصيب كبير في هذا الشرف. المقال التالي يدور حول هذا الموضوع وعنوانه كسوة الكعبة حكاية منسوجة من الإيمان والذهب، القباطي المصرية حسمت المعركة السياسية بين الفاطميين والعباسيين، مصر تبني دارا خاصة للكسوة وتوقف لها إيرادات قريتين، كسوة بيت الله الحرام رمز القوة السياسية. يعني بالفعل هذا المقال بيتتبع تاريخ كسوة الكعبة الشريفة يمكن من عصر الجاهلية، حدثنا عن هذا الأمر بالتفصيل. هو يا صباح، الكعبة من عصر الجاهلية وهو ما بيعملوا لها كسوة، بيتم تلبيس الكعبة هذه الكسوة سواء قبل الدعوة الإسلامية أو أثناء الدعوة الإسلامية. بيذكر هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألبس الكعبة كسوة مختلفة، ثم الخليفة الأول اللي هو الخليفة أبو بكر الصديق ألبس الكعبة كسوة هو جابها مخصوص ما كانوش عارفين هو جابها منين، وعمر بن الخطاب بعديه اللي هو الخليفة الثاني أو أمير المؤمنين. فبعد كده توالت كسوة الكعبة إن هي ما تجيش من مملكة الحجاز فقط، بل بالعكس في عهد دولة الأموية كان معاوية بن أبي سفيان بيرسل الكسوة من الشام اللي بتتصنع مخصوص. صحيح. إلى الكعبة. لأن هو شايف إن هي بتتزين في. صحيح. هذا الوقت وكانت رمز للجهة اللي بتقوم بيها، رمز قوتها، رمز يعني رمز قوتها. لفت الدنيا وابتدينا دخلنا في من العصر الأموي إلى العصر العباسي للفاطمي لغيره، لما بقت مصر هي اللي بتعمل كسوة الكعبة. أيوة.
بعد العراق وبعد الدولة الأموية ولا آخره، فبقت تعمل كسوة الكعبة، فابتدت تعمل شكل جديد للتطريز. هنا اختلفت وابتدت تعمل وقف. يعني ايه وقف؟ يعني انا بقول ايراد القريتين الموجودين دول اللي هيطلع منهم هيتصرف على كسوة الكعبة، واللي هتروح لحد فين؟ لحد مكة المكرمة. كان لحد سنة 59 كسوة الكعبة بتخرج من مصر تروح لحد مكة المكرمة، وهي خارجة كانت بتخرج في ايه؟ في احتفال. في ناس قدامها وناس وراها، وكأنها تشريفة بتاعت ملك. صحيح. في احتفال لحد سنة 59 لما حدث خلاف سياسي ما بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والملك سعود بن عبد العزيز، ثم بعد كده توالت بقى الحياة، اختلفت وبقت السعودية هي اللي بتعمل كسوة الكعبة، وبتعملها مخصوص بمقاسات مختلفة بأشكال جذابة للعين. صحيح. بشكل كبير جدا. وهكذا حتى الآن. دلوقتي بقى ما عادش فيه الكسوة بتخرج، لا ده بيحصل ايه؟ غسيل الكعبة في خلال الأسبوعين اللي قبل الحج، ثم تلبيس الكسوة، وده رمز لأن الحج خلاص قائم، وكل الناس هتيجي من كل الدول عشان هذا النسك الرئيسي. صحيح. الاسلامي. صحيح. المحبب للجميع. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ. وانت طيبه وكل المشاهدين طيبين. استاذ احمد سعد الدين الكاتب الصحفي بمجله الاهرام العربي، كنت معنا في هذه الجوله الصحفيه السريعه، شكرا لك. شكرا يا فندم. مشاهدينا انتهت حلقه اليوم من الصحافه اليوم، غدا باذن الله حلقه جديده، فريق عمل جديد، فالى اللقاء.